Folknesic. Folk yourself. قبل ما اقول اي كلمه عايز اسمع تحيه كبيره جدا لابويا وامي. هي التحيه دي مش عشان هم حاضرين بس انا عشان فرحان ان هم غالبا اول مره يقعدوا جنب بعض من ساعه الكوشه. شفتهمش قاعدين جنب بعض من ساعتها والله. انا ابويا راجل مصري محترم جدا، علمني ان انا اطلع راجل وما اخافش من اي حاجه وما اخافش من اي حد. افتكر وانا عيل صغير كنت رايح اقول له بابا انا عايز اعمل كذا، يقول لي عمر يا ابني اللي انت عايز تعمله اعمله. ما تخافش من حاجة وما تخافش من حد بس ما تقولش لأمك. اللي هو هنتنفخ أنا وأنت. لما بدأت أعمل ستاند أب كوميدي رحت لواحد صاحبي قلت له بقول لك إيه يا أسطى أنا عايز أنضف. قال لي الموضوع صعب. قلت له قشطة نحاول. قال لي ده عايز تنضف إزاي؟ قلت له عايز أنزل أجيب بقى هدوم بقى من زارا وبرشيكا وبولامبير و... قال لي ده آخرك؟ طلع فيه أنضف. المهم قال لي اسماء المحلات دي بس انا ما حفظتهاش طبعا، بس اوصفها لكم. عارف المحل اللي بتدخل تحت وانت معدي في الباب كده شعرك بينعكش؟ اللي هو حاطط سيجاره هوا وجوه تكييف مش عندي في البيت، اللي هو بيحافظ على نفسيه الهدوء. فالمهم نزلت جزيره العرب داخل، فمشيت حاطط الهاند فري في ودني، محلات تشيلني ومحلات تحطني ونيله غصب عني قسما بالله. ما اقصد دخلت عاوز بالله عشان تنزل ام حفظنا تومي. الله العظيم ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ يا والله التيشيرت متعلق على الشماعة اشيك مني. والله. واحدة دخلت والله بصت التيشيرت كانت واو، بصت لي راحت عاملة كده وراحت ماشية. البنت يا جدعان منظرها حلو بقلة أدب. البنت شعر أصفر وعين زرقاء حاجة كده بحر. يعني البنت لو تفت في وشي قشطة موجة. حوار عادي. فالمهم انا قلت من حبيبي، فالمهم انا قلت انا مش هينفع اخرج من المحل ده الا لما اعمل لقطه. المهم رحت رايح على بنطلون كده قلت يمكن عليه ديسكاونت 200% ناخده. المهم فرحت رايح على البنطلون ببص كده، فحبيت اعمل ابن ناس ورحت نادي الراجل قلت له لو سمحت بس ممكن تيجي تشوف لي البرايس. فراح جاي قال لي هو يا فندم. ببص كده لقيت مكتوب 1 2 4 5 ال اي. قلت له لا ده السيريال حضرتك انا عايز السيريال. اللي هو بنطلون مكون من اربع ارقام. والله انا جبت بنطلون ب 400 جنيه خالي جالنا البيت مش عشان اشوفه. لا 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 ده كان ابويا حالف ليطلق امي. قال لها ما عرفتيش تربي. المهم ف يعني بص انت متخيل يعني ايه بنطلون ب 1000 وشويه؟ يعني البنطلون ده تشتريه وما تلبسوش. انت تستنى سنة وتنزل تجيب جزمة سيفتي كاتر بيلر اللي هي بألف برضه ما تلبسهمش، دول تحيطهم في بعض وتعلقهم في شماعة وتمشي في شارع عريان عادي. انا عندي دول او باترينا ازاز في البيت متر في متر ونص وتسيبهم. والله احنا شعب اللهم احفظنا ذكي. اثبت لكم ان احنا شعب ذكي. حد فاكر انابيب البوتاجاز؟ زمان انا فاكر كان الراجل بتاع الانابيب يحط الانبوبه ويجي يمشي. امي ذكيه برضه لما اخذ امي تقول له لا شوف هالي بتسرب ولا لا. الراجل عامل ايه؟ موطي على انبوبه البوتاجاز اللي فيها غاز وراح مطلع ولاعه اللي فيها نار يلفها حوالين عين الانبوبه. لو الانبوبه انفجرت يبقى محتاج تتغير. وش طبعا لو الانبوبه انفجرت يبقى الانبوبه تتغير وامي تتغير والشقه تتغير والعفش يتغير والورثه اللي هو احنا ليه انبوبه في المستودع نجيب الانبوبه تخلص وامي ماتت ابويا يجي يغيرها تنفجر. عينة غبيه من الاخر يعني. والله احنا البيت المصري او الناس اللي هم الكبار دلوقتي خارجين المسؤولين عامه او اي حد خارج برضه من نفس البيت المصري خبير متفجرات. انتوا سامعين الكلمه؟ يعني كلمه خبير دي كارثه ومتفجرات كارثه اكتر. الاثنين بقى هو حاجه واحده بقى خبير متفجرات. لما افتح صوره على الفيسبوك الاقي خبير متفجرات القنبله قدامه وده ماسك لها عصايه بيعملها كده. انت بتبيض على القنبله؟ ما هي لو انفجرت هنموت كلنا. انا اصلا عندي مشكله مع التامين عندنا في مصر.
يعني انا باجي داخل الجامعه داخل بالشنطه الاقي السكيورتي يقول لي استنى اقف، اقول له في ايه؟ يقول لي وريني الشنطه. هو مش بيفتشها، هو لما اقصد بيتحرش بيها، يمسك الشنطه ده من ناحيه. ايه يا عم في إيه؟ انت لو قفشت ايه جوه؟ طب دلوقتي طب ده يا بتاع السكيورتي. لكن لما ابقى داخل بنزينه الوطنيه اللي مسكها الجيش بقى الامن يجي يقول لي افتح الشنطه، راح فتح الشنطه يبص فيها يقفلها. هو انا لو داخل افجر البنزينه هحط القنبله في الشنطه؟ ما احطها في الكبوت ولا هنزلها في اي حاجه تحت؟ من كام يوم برضو انا معيش رخصه، فكنت واخد عربيه ابويا من وراه واخدتها فماشي عندنا في فيصل، فلقيت لجنه قلت يا نهار اسود خلصت خلاص. فلقيت الضابط راح جاي باصص لي كده قال لي معاك رخصه؟ فانا ما اعرفش ايه اللي خلاني اقول له اه. قلت له اه. قال لي بجد؟ قلت له والله. قال لي عدي. والمصحف صعب عليا لدرجه ان انا كنت عايز انزل اتاسف، كنت عايز انزل اقول له امسكني انا معيش رخصه. عندي مشكله طبعا مع زي ما قلت الذكاء في الاول مع الشعب المصري. احنا عندنا ردود غبيه جدا. يعني لما ابقى راكب توك توك او ميكروباص واقول للسواق على جنبي اصلا يبص بكل تناكة يقول لي يا زميلي نازل، امال يعني بشوفك معاك فرامل ولا لا؟ بشوفك بتعرف تركن ولا لا؟ ما اكيد نازل. لما اروح لواحد صاحبي اقول له الواد محمد علاء وحشني فشخ يقول لي وحشك يا انا لسه شايفه امبارح. انا مالي؟ هو وحشني انا انت شفته. من كام يوم برضه واد صاحبي بعت لي فويس نوت على الواتساب، فكان ابويا قاعد جنبي فبفتحها فلقيته بيقول لي ده كنتاكي يا ابني ما يقرب، قافل بسرعه. رحت داخل على الاوضه سامعها جوه. هي الفويس نوت ثلاث دقايق لما مؤاخذه كلها شتيمه وقله قيمه وسب دين وحاجه واطيه سمعتها. ففي اخرها لقيته بيقول لي يلا سلام. بقول لك ايه؟ لا ما تسمعهاش قدام حد عشان فيها شتيمه. ده جوه الفويس نوت. احنا عندنا ردود او اسئله غبيه. دخلت قهوه قبل كده فقعدت فلقيت القهواجي جاي بيقول لي تشرب ايه؟ قلت له عشيش خوخ. قال لي لا والله للاسف مفيش خوخ. قلت له طب في شيء يا شيء؟ قال لي في كل حاجه. قلت له قشطه ادخوخ. زي ما قلت قبل كده انا حبيت انضف فبطلت اقعد في قهاوي ورحت اقعد في كافيهات وبتاع. فدخلت كافيه في الدقي فانا عرفت بقى شو طبيعتهم. فلقيت الراجل جاي بكل احترام بقى في الكافيه طبعا بيقول لي تشرب ايه يا فندم؟ قلت له في شيء يا شيء عندك؟ قال لي في كل حاجه. قلت له طب قشطه هات فراوله. قال لي طب واحد فراوله وماشي. الفراوله كانت في الكافيه ده ب 35 جنيه. انا كنت برمي افيه والله العظيم ما كان قصدي ان انا اطلبها. هو راح جابها وجه. انا بطلت على فكره بهزر يعني. مره كنت رايح اجيب مخدرات مع لا ابويا يعني. انا عندي مشكله في الاسماء. انا عندي مشكله في المسميات مش اسماء البني ادمين. انا عندي مشكله في اسماء الحاجات. يعني ركزوا معايا في الوصف ده جدا. حضرتك واحده لابسه بتاع اسمها باليرينا بتغطي نص الضوافر بس بتاعتك، لابسه بنطلون ايس ديرتي اللي هو بقى مقطع ومبين اللحم بتاعتك، لابسه تحتيه بنطلون كيرين اسود ترضي ربنا وترضي الشيطان حاجه تخصك ماليش دعوه، لابسه من فوق بلورو وتحتيه بادي كارينا موف بترتر ومقطوعه من هنا وانت مخيطاه شيء يخصك. قبل ما تنزلي عديتي على اقرب فرع يوتن بتاع الدهانات ورحتي عملتي وشك عادي. بعد كده رحتي رابطه طرحه اللي مفاهم حاطط فيها علبه سمنه ورا ولا خاص صغير بتاعتك. لكن بعد القذاره دي كلها تسمي الطرحه سبانيش ليه؟ انا عايز رد والله بجد. اصل يعني اكيد يا شيخه مفيش واحده في اسبانيا منظرها كده. انت راجل ربنا فتحها عليك وفتحت قهوه عملت شويه بن قد كده قشطه ماشي حطيت عليهم حبه لبن سميتهم قهوه فرنساوي ليه؟ هي ليه اي حاجه ملهاش اسم وبلا قيمه لزقها في الناس دي؟ حتى عارف المفتاح الكمبيوتر بتاع باب الشقه؟ هو مفتاح بيتعمل على المكنه العاديه جدا اسمه مفتاح كمبيوتر. هو الصار كان عايز يعمله ب 15 بدل ب3 فسموه مفتاح كمبيوتر. بس السؤال اللي عايز اساله والله يعني هل مفتاح الكمبيوتر ده لو الكلوب باظ بغير ويندوز؟ ولا ابويا بيكلمني يقول له عمر نسيت المفتاح بقول له ابعته لك على الواتساب؟ ما هو مفتاح زي ايه مفتاح؟ اخر حاجه هتكلم فيها الاغاني. حد شاف كليب سي دي؟ انت
تركز انا لو قلت شاف كليب مش سمع اغنيه هو ما سمعش يعني كليب سي ده انت مستحيل تنزله ام بي 3 خالص هو يوتيوب او فيديو بس انا كليب سي دي قعدت اتفرج عليه عشان اطلع منه ماتيريال ما عرفتش فكوكو منه مش هتكلم عليه انا هتكلم في تامر حسني تامر حسني طلع في اغنيه قال لك ايه يا جامده اللي انت عملتيه فيا سكت لا رجع قال لك ايه واعمل ايه وانت تعبه كده كل الناس وانا واحد منا اللي ده انت لو بتغامر البنت منا بتاع الكليب بس في ايدي هتغني بالكلام على كده والله عندك اصاله برضه طلعت قالت لك ايه تصور بحبك ولا كنت حاسه وكنت اما بقابلك وبنسى وانا حاضر للدرجه دي وبعدين يعني ايه بتقابلني وتنسي يعني اخرج معاك اروح اكلمك اقول لك ايه يا بيبي روقت تقولي مين معايا احنا نستهبل وبعدين يعني ايه تصور بحب بص هو الحب ده احساس فهي عايزه تقنعني بتقول لي احساس الحب اللي انا حسهولك مش حسهولك حسي وغني عمرو دياب طلع قال لك ايه برضه مين نعم يا معلم لا ما مش معنى اللي انت بتحبه ان انا مش هرمي عليه طلع عمرو دياب قال لك ايه ما يضحكيش عليها خلاص انا فضل اغنيه تخلص لكن ده قال لك ايه ما يضحكيش عليها زي الملايكه اما تشوفها وردايه تحلم يا غبي ما انت كده بتوصف بس وشكرا جدا ليكم ده كان وقت معاكم عمرو دياب شكرا